السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع النهاردة مع بعضنا أو هنكتب درس بخط الثلث الجري. الدرس عبارة عن جزء بسيط، عبارة عن كلمتين. سناخد بالنا الكتابة مع بعضنا، وبعد كده هنشرح إزاي كتبنا الحروف دي، وهنصحح لكم في الكراسات بعد كده إن شاء الله. الجملة اللي هنكتبها: ونصر عبده. نصر عبده. نعمل التشكيل يا جماعة. نلاحظ يا جماعة، بصوا كده، هنعمل شوية ملحوظات كده. هنا احنا عملنا ايه؟ الواو اسمها واو ايه دي؟ الثلث، الواو المجموعة. في شكل تاني لحرف الواو اللي هو ايه؟ الواو ايه؟ المرسلة. الواو المرسلة بتكون نفس الرأس كده، تمام؟ واطلع وانزل، بس بيكون ليها رقبة زيادة، يعني في نزول شوية، والجسم بتاعها بيكون مرسل. طيب الجزء ده بيكون في الواو المرسلة كام نقطة؟ خمس نقاط. ست نقاط. إنما هنا في الواو اللي هي المجموعة، الواو المجموعة بيكون أربع إيه؟ أربع نقاط، تمام؟ وهنا بيكون في ارتفاع نقطتين تحت الحرف، وزي وده برضه الواو المرسله بيكون ارتفاع نقطتين، والراس بتاعتها هنا
بيكون العرض بتاعها هنا نقطتين والارتفاع بتاعها برضه هنا نقطتين، تمام؟ والفراغ الداخلي عبارة عن زي شبيه لبذرة الليمون، شبيهة لبذرة ايه؟ الليمون. طيب هنا احنا ليه عملنا الواو دي وما كتبناش الواو دي المرسلة؟ الشكل الجمالي طبعا بيحكمنا في الجملة، يعني مش بختار أي حرف وخلاص، لا، هنا عملنا عملية ايه؟ عملية تناسق بين الواو المجموعة والراء الرحمانية اللي هي بالشكل ده، تمام؟ فعملت شكل جمالي احسن ما كنا عملنا ايه الواو المرسله. طيب هنا الارتفاع بتاعنا في نقطه النون عباره عن نقطتين ونص، من نقطتين لنقطتين ونص، وبيكون في فراغ هنا مقدار ايه نقطه، وحرف الصاد نفسه حرف الصاد الجزء ده بيكون عباره عن ثلاث نقاط، الحجم بتاعه ثلاث نقاط، ولو عملنا خط كده هنلاقي هنا في نقطه وهنا في نص نقطه، يعني الفراغ الداخلي في الصاد بيكون اوسع من حرف ايه؟ حرف الطاء، تمام؟ بالنسبه للراء لو عملنا كده هنلاقي هنا في فراغ نقطه، يعني شايفين كده؟ نتيجه ايه؟ الدوران، ونفسها هي النزول بتاعها بيكون ايه؟ ثلاث نقاط من اعلى الى اسفل، والجزء ده برسمه رسمه يا جماعه، ما بيكونش بعرض البوصه كله، يعني شايفين السمك بتاع البوصه كله هنا بتاع القلم؟ هنا لا، رفيع بيترسم ايه؟ رسم، وبيكون هنا عباره عن نقطه. هنا حرف العين، حرف العين الحاجب بتاعه بيكون طوله ثلاث نقاط، الطول بتاعه بيكون كام نقطه؟ ثلاث نقاط، وفي الداخل بيكون عباره عن نقطتين. هنا العين ما فيش بعديها صاعد، عملنا كشيده، يبقى هنا في بروز بطلع بوز مقدار ايه؟ مقدار نقطة، والزراع ده بيكون شبه مستقيم، ولو عملت كده بلاقي هنا في ارتفاع نقطة مرتفع، تمام؟ والزراع ده شايفين نازل بعد النقطة الثانية، بعد النقطة الثانية على طول الميل بتاعه، لكن لو في عندي حرف صاعد يبقى بعمل ايه؟ الزراع ده بيكون شبه مستقيم شوية بعد النقطة الأولى بس، يعني الميل بتاعه بيكون ايه؟ أقل مع الحروف ايه؟ مع الحروف الصاعدة. بعد الحرف هنا في مقدار ايه؟ مقدار نقطة. هنا عملنا كشيدة ليها عمق مقدار نقطة، والاتساع بتاعنا بيكون تقريبا عبارة عن ايه؟ ست نقاط. ماشي؟ عبارة عن ست نقاط شبيه لحرف ايه؟ حرف الباء. الدال. الدال هنا لفينا ايدها وطلعنا، وبعد كده وبطالع لفيت تاني ناحية ايه؟ اليسار، يعني عملت خط كده. هلاقي في هنا مقدار ايه؟ من نص نقطة لنقطة نتيجة ايه؟ الدوران والميل ناحية ايه؟ اليسار. طيب لو عملنا خط كده شايفين؟ وخط كده هنا هنلاقي هنا في فراغ نتيجة ايه؟ نزول في تقويس خفيف، وهنا في تقويس خفيف للداخل، تمام؟ أهو. طب الارتفاع بتاعها كام؟ أربع نقاط وهنا أربع نقاط، تمام؟ أربع نقاط وهنا أربع نقاط، يعني الارتفاع بتاعها زي النزول بتاعها. من هنا الجزء ده بيكون على نقطتين، يعني ما يجيش انزل نزول خالص، لا، ولا اخليها مساويه للخط اللي ماشي بالعرض، لا، الارتفاع بتاعها هنا من اسفل بيكون نقطتين. وهنا الهاء المنتهيه، الهاء المنتهيه دي مربوطه بتكون هي شبيهه للقاعده بتاعت اللام الف، يعني احنا لو فاكرين لام الف بالشكل ده كده سريعا واطلع لفوق، هي الجزء ده من هنا كده خدناه وركبناه، عملنا ايه؟ عملنا الهاء المربوطه. في اي استفسار في الجمله اللي كتبناها؟ في حاجه مش واضحه فيها؟ في حاجه مش واضحه؟ طب نكتب في الكراسات يا جماعه ونصحح مع بعضينا الجمله. وشكرا.